ايه في ايه؟ مفيش حاجة. امال بتجري ليه؟ يلا يلا كمل رجالك على الاسم يلا. مش قادر ينسى مراته الأولانية ولسه شايل صورها في مكتبه. ما هو سعاد هانم اللي هو متجوزها دلوقتي ست طيبة يا رخرة وبتحبه. بس الراجل لما يحب مراته الأولانية ما يقدرش ينساها أبدا. ابني استنوا. سعيد سعيد تعال. مسكينة هتتجنن على ابنها. ما عمره ما اتأخر كده. احكي لنا اللي حصل بالظبط. الأستاذ ما خرجش امبارح طول النهار. امال خرج امتى؟ نزل مع الست سعاد الساعة 6:30. رحتوا فين؟ اسكندرية. فجأة كده؟ ما هو كل حاجات ست سعاد فجأة كده. عايزة اسافر اسكندرية أوامر عليا واحنا علينا الطاعة. سيبينا يا عليا من الحاجات دي دلوقت. احنا فين ولا فين؟ وقعدتوا قد ايه في اسكندرية؟ يا دوبك وصلنا ست سعاد وجينا على طول. انتوا رحتوا توصلوها وبس؟ امال ايه يا عبد الحق؟ مش زعلت منه وقالت مش عدالك في البيت عشان خاطر امك؟ ما انت عارف البيت وعمايلها. يا عليا مالوش لزوم الكلام ده. احنا دلوقتي بندور على ابنك. ولا تحب نسيبه ونروح لمراته نعلمها الادب ونخليها تيجي تبوس ايدك؟ لا يا اخويا مش عايزه حد يبوس ايدي. هي بتعرف تبوس ايد حد؟ دي عايزه الناس كلها تبوس ايدها. دي توكلها اللقمة وعايزة تعض الايد اللي بتوكلها. بعد ما وصلتوها اسكندرية رجعتوا امتى؟ رجعنا على طول. وصلنا مصر الساعة 2 صباحا وفي ميدان التحرير قلنا السني وبعد كده ما شفتوش. ما تعرفش راح على فين؟ لا يا فندم ما اعرفش. ما سمعت السعاد وعزت قالوا ايه في السكة؟ قوله ما انت عارفها يا عبد الحق. هي دي تعرف تقول كلمة حلوة. ما تقول له يا سعيد قول له. ما تكلموش خالص يا فندم. طول السكة؟ ايوه يا فندم. ايه اللي جاب الصور دي هنا؟ عزت كان حاططهم في درج مكتبه وقافل عليهم. كان مخبيهم من سعاد؟ سعاد كانت عارفة انه مش قادر ينسى مراته الاولانية. امال هي كان قلبها بياكلها ليه؟ ما كانتش طايقة البيت ومش طايقاني. كانت عارفة. وهي حقيقي الله يرحمها كانت صحتة سكرة. لما كانت عايشة ما كنتش بتقول عليها كده يعني. احنا في ايه ولا في ايه يا عبد الحق؟ ايه العمل دلوقتي؟ مفيش غير اننا ننتظر او نتصل بمراته في اسكندرية يمكن تعرف هو راح فين. هي شعرفها دي لو عرفت هتقول في 60 داهية. اه يا حبيبي يا ابني معك حق. البنت قلبها مش على الولد. دي بتكرهه يا عبد الحق. بتكرهه وبتكرهني ما انت عارف. ايوه 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 عارف. دي اللي كانت قلبها عليه وبتحبه الله يرحمها. عبد الحق. ايوه. فاكر لما مرات عزت الأولانية ماتت في الحادثة؟ فقد ذاكرته. يمكن حصل له كده تاني. أصله يا عيني يا ابني من أياميها وهو أعصابه وحشة وبينسى. مش معقول يا علي. المرة اللي فاتت فقد ذاكرته عشان مراته ماتت قصاد عينيه. إنما المرة دي هيفقد ذاكرته ليه؟ مش فاكر. كل حاجة اسألك عليها تقول لي مش فاكر. مش فاكر. امال كنت بتجري ليه في الشوارع الساعة 3 صباحا؟ ما انا مش هقدر اطلعك من هنا الا لما تثبت لي شخصيتك. وانت بتقول ان بطاقتك مش معاك. خد راحتك كده وركز تفكيرك. فتشوا يا احمد. حاضر يا فندم. عزت عبد الحميد مش اسمك ده اللي مكتوب على الفاتورة دي؟ مش انت عزت برضو؟ طيب
انا عزة عبد الحميد. في حاجات مش فاكرها؟ ايوه، اصل اصيب قبل كده بفقدان الذاكره. احنا متشكرين قوي يا حضرة الضابط، انا جاي حالا اخده. عبد الحق، اطلب الدكتور بتاعه علشان يجي معانا. يا ستي ما فيهوش حاجه، ده سليم جدا. سليم ازاي اذا كان ناسي كل حاجه؟ مش ناسي كل حاجه، ناسي بعض حاجات. انا هطلب الدكتور نفوت عليه وناخده معانا. انا مش فاهم ليه ذاكرته تبقى ضعيفه للدرجه دي. والله انا كمان محتار، شاب متعلم مرتاح من كل ناحيه، ليه ذاكرته تتاثر باي حاجه؟ لازم حصلت له صدمه تانية. هي سعاد صدمته تاني، الله يصدمها. ما هو ده مش طبيعي، الصدمات موجوده في الحياه عشان الانسان يتغلب عليها. وكل ده من دلعك يا علي، طول عمرك بتعامليه زي الطفل الصغير. عبد الحق، ما تتكلمش عن ابني بالطريقه دي. انا قلب عليك، انا ماليش الداخل، انا حيالله ابن بنت عمتك، لكن ابنك لازم يخش مصحه، لازم يخش مصحه علي عشان يتخلص من تاثيرك عليه. خليتيه طفل صغير وهو عدى ال 30. ابني حبيبي، انا كنت خايفه عليك قوي. متشكر قوي يا فندم، متشكر جدا، مع السلامه. هو مدمن على حاجه. مدمن؟ ايوه. مين اللي قال؟ الحقنه اللي اديتها له كانت ممكن تخدره تمام. انا شايف انه لسه صاحي. وده دليل على ايه؟ على ان جسمه متعود على المخدرات. مخدرات؟ الحمد لله لابوه مات قبل ما يعرف انه انحدر للدرجاتي. ويبقى ده تفسير للنسيان اللي بيصيبه. المخدرات بتقضي على ارادته وتفكيره وقدرته على مواجهه المشاكل. ليه يا حبيبي؟ ده انا امك. سعيد، سعيد سرحان في ايه؟ لا مؤاخذه يا فندم. فتح عينيك كويس، اصحى فوق. استاذ عزت، استاذ عزت فوق. امال يا استاذ، وخليك معانا. مين؟ لا اهدى، انت لازم تصحى بقى. سعيد. ايوه يا استاذ عزت، سعيد. ايوه كده، تبسم واصحى. صباح الخير من نص الليل قبل ما يقوم الوخمان ويجوا الخدم يسايسوا الخيل. احسن انت امبارح طلعت على جتتنا البلا، خصوصا على جتت انا. انما الحمد لله اللي عدت على خير. حلاوتك يا استاذ. ايه سلامة راسك؟ لا مفيش حاجة. هتوحشني والله يا استاذ عزت. اوحشك؟ لكن انا مش مسافر. انت مسافر ولا ايه؟ طبعا ضروري هسافر لاخر الدنيا. ليه؟ يا اعصابك اللي زي الحديد. اعصابي وحديد؟ ايه الحكاية؟ يا استاذ عزت ما تفوق بقى. فوق؟ ما انا فايق اهو. شوف بقى، اذا كانت اعصابك تستحمل، انا اعصابي خفيفة. وانا عايز الفلوس عشان ابعد بعيد. فلوس ايه؟ يا نهار زي بعضه، الفلوس، ال 5000 جنيه. 5000؟ ده ايه دول؟ مش فاهم حاجة ابدا. الله، مش فاكر حضرتك عملت ايه امبارح؟ عملت ايه؟ انا فكرك امبارح لما طلعت لك فوق بعد الظهر، لقيتكم بتتخانقوا مع بعض. الحقيقة انها كانت في حالة مش عادية وبتعاملك بطريقة ما تعودناهاش من حد قبل كده. قالت لك انها كرهتك ومش عايزة تقعد معاك. قلت لها انها مش هتخليها تسيبك. قالت لك طول ما سبت مامتك وراك وبتوقع بينكم، العيشة بالشكل ده مش هتنفع ابدا. انا بقى بعد شوية حضرتك بعدت لي، طلعت لك، لقيت سيادتك واقف مش عارف تعمل ايه، والست مقتولة. قلت لي ساعدني عشان نخلص منها. ضربت معايا لخمة وخفت على مستقبلي، وعدتني تدفع لي 5000 جنيه واتفقنا. ونقلناها في العربية. حطيناها في الشنطة اللي ورا. وطلعنا في الطريق الصحراوي ودفناها هناك ورجعنا. لا انا مش فاكر حاجه من ده كله. كل اللي انا فاكره ان احنا وصلناها اسكندريه ورجعنا تاني. احنا اتفقنا نقول كده
وقلت كده امبارح للست مامتك والاستاذ عبد الحق، وهقول الكلام ده على طول، انما اللي حصل غير كده وانت عارف كويس. تعال معايا. قعدت امبارح ساعه اغسل الدم ده، انما لسه برضه في اثار. ما تخافش هشيل اثر اي حاجه، اطمن. مادام هتديني ال 5000 جنيه اللي قلت لي عليهم. بس انا فاكر كويس، انا اتخانقت حقيقي مع سعاد، انما خناقه عاديه زي اللي بتحصل كل يوم. مش معقول يا عزت كل يوم تغلط في حقي وانا اللي اطلع اعتذر لها. دي ام يا سعاد ولازم نحترمها. انا بحترمها اكتر من لازم. طيب اطلع اعتذر لها. حاضر هطلع اعتذر لها، بس على شرط نبعد عن هنا، نروح في حته تانيه. مش ضروري الفيلا دي، كفايه عليا انا وانت شقه اوضتين. اتجننتي؟ مش ممكن ابعد عن امي ابدا. اشمعنى انت يا عزت؟ انا امي في اسكندريه، بعيد عننا 300 كيلو. ما بقولكش ابعد عن هنا 300 كيلو، كفايه كيلو واحد، نص كيلو، 200 متر. اكيد انت اتجننتي يا حبيبي. افهم يا عزه، تفهم، بص حواليك وافهم. انا فاهم كل حاجه كويس قوي. لا ابدا، انت مش فاهم حاجه ابدا. انا عزت يا عزت. ايوه يا ماما، حاضر. معلش يا حبيبي، انا مش عايزه ازعلك، انا عايزاك تراعي صحتك. الله يرحمك يا ودقت. دي كل الخناقه اللي حصلت بينا. بعدين وبعدين ايوه انا فاكر كويس. بعد كده ركبنا العربيه وسافرنا اسكندريه، سافرنا في الطريق الصحراوي، وانت كنت سايق بسرعه، وصلناها بيت اهلها في اسكندريه. وبعدين رجعنا وبعدين مش فاكر حاجة أبدا. فاكر إن كنت في قسم البوليس وجم خدوني. أنت متأكد يا سعيد إني قتلتها؟ الفيلا فيها تليفون، وفي بيت سعاد هانم في اسكندرية تليفون. اتصل بيها شوفها قاعدة ببيت أهلها ولا راقدة في الطريق الصحراوي. الله، خايف من إيه؟ أستاذ عزت ما تنساش التليفون. يا سعيد، يا عبيد، يا حسنية. أيوة يا أستاذ عبد الحق. صباح الخير. فين ست عليا؟ طول الليل كانت سهرانة، داخلة طالعة على الأستاذ عزت، ودلوقتي نايمة. وفين عزت؟ لسه نايم. تصحيت يا عزت؟ ايوه. انت احسن دلوقتي؟ الحمد لله احسن. الحمد لله. تعال اقعد معايا شويه عشان عاوزك في حكايه كده. طيب بس اطلع البس. اعملي فنجان قهوه ساده من فضلك. من عينيا. الو، مين؟ طيب انا معاك، دي اسكندريه يا عزت. الو، لا انا مش عزت، انا قريب وعبد الحق عبد الله. ايوه يا فندم، كلنا بخير الحمد لله. وانتم؟ طب عال الحمد لله. سعاد، لحظه واحده من فضلك، ده والد سعاد بيسال عليها. احنا وصلناها امبارح بليل اسكندريه، ووصلناها عند اختها، يمكن لسه ما راحتش عند ابوها. ايوه يا استاذ متولي، دي الست سعاد بايته عندكم في اسكندريه. ايوه، بس عند الست اختها. وحشتوها يظهر فسافرت امبارح، عايزه توصلها. ايوه يا فندم، ضروري جايه لكم. ايوه بعد شويه طبعا. طيب يا فندم، حاضر، مع السلامه يا فندم. بقى كده عزت؟
مش عارف وصلتها عند ابوها ولا عند اختها. اسمع، انا ليا معاك قعدة طويلة، بقول الاحسن نسافر البلد نقعد لنا كم يوم تغير هوا وتجدد اعصابك. عندك مانع؟ لا مفيش مانع، بس بكرة باذن الله. ليه بكرة؟ النهاردة دلوقتي حتى. انت وراك ايه؟ في شوية حاجات عاوز اخلص منها اولا. بكرة بكرة زي بعض. انت تيجي بكرة وانا ومامتك هنسافر بعربيتي دلوقتي. اللي تشوفه. طيب. صدقتني يا استاذ عزت، انا قتلت سعاد. بس اللي يشوفك كده ما يقولش ان عندك ابن عنده 35 سنة. 33 سنة بس. انا خلفته وانا عندي 15 سنة. كل الستات اللي عندهم اولاد كبار دايما يقولوا خلفناهم وعندنا 15 سنة. شكرا. حسنية. نعم. احنا رايحين دلوقتي على البلد، حضري الشنطة. حاضر. مش بالذمة انا احلى من سعاد. احلى احلى قوي. مش انا بس اللي بقول كده، الاستاذ فهمي كمان بيقول كده. والنبي يا عبد الحق فضك من السيرة دي. يعني لحد امتى هتفضلي تقولي لا؟ اذا كنت ما اتجوزتش من 20 سنة بعد المرحوم، عاوزني اتجوز دلوقتي يا عبد الحق واسيب ابني لمين؟ لمراته. دي تجننه بشهر واحد. على رأيك. الحمد لله اللي سافرت وسابته لنا نعالجه ونريحه. اظن مش محتمل انها تيجي لوحديها. لا ولا بعد شهرين ثلاثه. انت متاكد يا عبد الحق ان نصر سعيد هيقدر يجيب عزت بكره ويحصلنا على البلد؟ اطمني عليا. اطمني. ما تشغلش بالك دلوقتي يا استاذ عزت، بعد سجاره كمان هنعرف نتصرف تمام. عزت يا عزت، انا ماما يا حبيبي، ممكن ادخل؟ ايوه ماما. انا واصله انا وعبد الحق على البلد يا حبيبي، هوضب لك اوضتك وانت تحصلنا بكره الصبح. حاضر يا حسنيه. يلا يا عبد الحق قبل وقت ما يروح. اكد على سعيد. ايوه النبي ربنا يخليك. سعيد سعيد يا سعيد. ده الاستاذ عبد الحق، اما اشوف عايز ايه. ايوه يا فندم. انا عاوزك تتصل بينا في التليفون في البلد طمنا على الاستاذ عزت. حاضر يا فندم. انت عارف النمر هناك؟ عارفها يا فندم. احنا اتخانقنا هنا؟ ما انا قلت لك يا استاذ عزت انا قتلتها. ازاي؟ ما اعرفش والله يا استاذ عزت، انا ماليش دعوه بالحكايه دي. خنقتها يمكن، بس لا دي كانت سايحه في دمها. يبقى لازم ضربتها بحاجه. بايه؟ بايه؟ برضه دي ماليش دعوه بيها. دول الجماعه ركبوا عربيه الاستاذ عبد ال صدقتي بقى انت عايز تعمل فيا ايه؟ انت عايزهم يقبضوا علينا احنا الاثنين ويتهمونا؟ انا عايز الفلوس بتاعتي عشان اهرب من هنا، ولا انت عارف بقى؟ التليفون ده ما فيش حد في البيت غيرنا. روح شوف مين. سعيد سعيد ما تردش، يمكن يكون ابو سعاد تاني عارف انها مش عندك. معاك حق. عشان لو طلبوا تاني لقوا النمرة مشغولة. هتعمل ايه بعد كده؟ هعمل زيك بالظبط، هسحب كل فلوسي من البنك واسافر لاخر الدنيا. تعمل طيب. يا معيد البنك من كام لكام؟ مش عارف، لكن نسأل. الو؟ ايوه ايوه يا سعيد. كويس؟ طيب الحمد لله. خليه يكلمنا عشان عاوزه. بياكل؟ اكل كويس؟ خد بالك منه يا سعيد. طيب تعمل طيب لو تكلمني تاني بالليل. انا ما كنتش عايزه اسيبه، لكن اعمل ايه؟ لازم احصل ايجار من بدري. طيب يا سعيد. هاتيه هاتيه. يو سعيد استنى. ايوه سعيد. ها؟
بقى كويس؟ عظيم جدا. انا احسن. فاهم؟ ايوه عشان علي هانم ما تقلقش. طيب يا سعيد طيب. طيب مع السلامة. احيانا النسيان بيكون نعمة من عند ربنا. ونعمة بالله. ولما الفلوس تخلص منك. هما 5000 جنيه عمرهم يخلصهم؟ يخلصوا قوي واكتر منهم. طب ما حضرتك تزودهم شوية. اهو ده اللي كنت خايف منه. من ايه؟ انك تخلص الفلوس وتيجي ورايا وتهددني تاني. ايه الافكار الوحشه دي؟ انا كنت بضحك. 5000 جنيه رضا والحمد لله. اديني فلوسي عشان امشي انا. هنمشي سوا دلوقتي. روح هات لي حاجه جامده نكسر بيها الخزنه دي. هي فيها ايه؟ فيها صيغه كتير جدا بتاعت والدتي. مفتاح معاها. انت لسه واقف. اجري بسرعه يمكن نوبك حاجه. الفلوس معاه في الشنطة. سحب كل رصيده من البنك. يا سلام عليك وعلى تفانينك. ناوله من دي لغاية ما يتوه وناخد الفلوس ونعيش على كيف كيفنا. وتضيع زي ما كنت بتضيع زمان وترجع أيامك الحلوة. يا مساء الخير يا أستاذ عبد الحق. يا مساء التدبير اللي ما يخرش المية. وده عشان ايه؟ عشان يفتح الخزنة. بيقول فيها صيغة. وماله؟ يفتح الخزنة. هو صغير؟ روح له. وانا ما فعتش السجاير تنفع دي. سعيد ليهرب من قتل واحد يهرب من قتل اتنين. ما كنتش احب اقتلك لكن ما بلاد دي حيلة. لو سبتك عايش هتفضل طول عمرك تقول لي اديني فلوس. احسن ادل عليك. مفيش فايدة يا سعيد. بني ادم كده كل ما ينول يطمع. مهما حلفتلي مش هصدقك. احنا لوحدنا دلوقت. هقتلك وحنقلك في العربية مطرح ما وديناها سوا. هوديك انت كمان. بيقولوا اني ضعيف وبهرب من المشاكل لكن المشكلة دي مش ههرب منها. انا هقتلك واثبت لنفسي اني مش ضعيف. اسفة يا حبيب اسفة. كنت غلطان. لو كل ست زعلت مع حمادة تسيب بيتها وجوزها كانت البيوت كلها خربت. النهارده الصبح ضربتك في التليفون ما حدش كان بيرد. انشغلت عليك جيت لك جري. حبيبتي سهى سهى انت عايشة انت عايشة. بحبك 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 حقيقي يا عزة حقيقي يا حبيبي. انت انقذتني من الكتاب من ارتكاب جريمة. كنت سايبني عشان يقتلني وانت اللي مدبر الحكاية عشان تستولي على فلوسه وتضيعها في القمار زي ما ضيعت فلوسك. يا استاذ عزت يا استاذ عزت هو اللي مدبر المؤامرة ضدك يا استاذ عزت. ده بيكرهكم. ده قلبه اسود من ناحيتكم. ده تاجر مخدرات وانتوا فاتحين له بيتكم يا استاذ عزت. صباح الخير. صباح الخير. صباح بدري. ورايا 100 حاجه. هروح الجران عشان اكتب صفحه ذكريات. وحسني جالي عشان ياخد القصه. هقول له استنى يومين عبال ما اخلصها.
غدا صحيت؟ زمان ايش صحيت؟ خلصني بقى. اتفضل. طاط يا سي طاط يا ده انا كويس. يا حبيبتي يا حبيبتي يا ماما. طب حبيبتي قبل ما تروح المدرسه؟ لسه احنا مستنياكم لما تخلصوا سلامات الصباح عشان نفطر سوا. الو؟ ده حي ده يا طماعة. اوعى يا بابا تنسى تجيب لي شوكولاتة. كمان يا استاذ. ايوه طالبين حضرتك في الجورنال. قول لهم جاية حالا. حاضر. سلم عليا زي ما سلمت على مامي. فين الاستاذ فين عشان مستعجل؟ يا سمعة خلصت البوتاج بتاع امبارح؟ خلاص يا سيدي. طيب برافو. يعني هستلم بقيه القصه امتى؟ انا خلاص بقى جاهز، الاعلانات نزلت وحجزت الاستوديو والتصوير بعد كام يوم. ازاي الكلام ده؟ ايه؟ مش لما تاخد القصه والسيناريست يعمل السيناريو تبقى تحجز الاستوديو؟ يا سيدي السيناريست يكتب السيناريو في الاستوديو مش شغلانه. إيه؟ الاستاذ عبد المتجلي السيناريست جاهز. متجلي ده ايه؟ اسمع الكلام بس، اسمع الكلام. عبال الممثلين يعملوا مكياج ويعملوا شعرهم واخد بالك يكون المشهد اتكتب اول باول. عبد المتجلي ده ايه؟ لا 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 لا, لا. إذا كان كده بلاش. أنت صحيح منتج قد الدنيا فوق كده صاحبي، لكن أنا محبش قصصي تتسلق بالشكل ده أبداً. أنت راجل تحسوه عايز أي حاجة، لكن الراجل يا اسمه سمعتي. خلاص يا سيدي ما تزعلش نفسك، كل طلباتك مجابة، أي خدمة. أنا أختار المخرج والسيناريست. عينيا، المخرج والسيناريست والمصورين والممثلين والمتفرجين كمان. يلا. إذا كان كده معلش. الو اهبل ده ولا اهبل؟ ده انا خدت من القصه 20 صفحه صورت بيهم نص الفيلم. شوف يا فهمي يا صديقي، انا خدامك واحترم وجهه نظرك الفنيه جدا. كل ضربتك مجابه، اطمئن. طيب مع السلامه. شوف بقى كل يومين كده واسلمك القصه، مفيش حاجه معصلك في ايدي الا النهايه. هتعصلك ليه بس؟ يا تجوزهم يا تموتهم. مش بالبساطه دي، نهاية محيراني ومعذباني في نفس الوقت. مش عارف انهيها بالطريقة اللي تعجبني ولا بالطريقة اللي تعجب الناس ولا بالطريقة اللي تعجب النقاد. أؤكد لك إن كل واحد من دول له مزاج يختلف عن التاني تماما. صباح الخير. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا. حد سأل عليها؟ في المطبع يا فندم، طالبين من حضرتك صفحة ذكريات. قول لهم هبعتها لهم حالا. حاضر يا فندم. يا سلام، نفسي تعملني بطل من أبطال قصصك الغرامية يا فهد. يا سلام. تحب تمثلي في السيما؟ طب يا فهمي، بقول لك ايه؟ فهمي فهمي، انت بتفكر في ايه؟ اكيد طبعا في نهايه القصه بتاعتي. لا الحقيقه بفكر في صفحه الذكريات. ايه ده؟ انت لحد دلوقتي ما وديتش صفحه من بعض؟ وحياتك ولا كتبتها لسه. ايه؟ معصجه في ايدك دي كمان؟ صفحة الذكريات دي انا اسستها عشان تكون صدى حي الاحداث اللي بتمر في حياتنا وبنشوفها كل يوم. يعني حادثة معينة، وقعة معينة، يعني لا خيال ولا فبركة. الاستاذ فهمي عبد العظيم رئيس التحرير وكاتب القصص المشهور، مفيش في حياته حادثة؟ ده انت حياتك كلها حوادث. دور الماش والسوخ. ايوه افتكرت. طيب بقى ما دام الوحي نزل استاذن انا بقى. ها انا هستاذن اهو. طيب سلام، بس ارجوك ما تخليش الوحي يمشي الا لما يكتب لك نهايه القصه. سلام.
15 سنة كنت صحفي مبتدئ، وكان أول موضوع صحفي ليا أثار ضجة سياسية كبيرة، حتى إن رئيس التحرير طلبني وقال لي: أنا معجب جدا بجرأتك يا فهمي يا ابني، أنا شخصيا شايف إن هيكون لك مستقبل عظيم وشأن كبير في تاريخ القلم، عشان كده رأت إدارة المجلة منحك 10 جنيه مكافأة تشجيعية. كانت 10 جنيه دي هي أول مكافأة أكسبها مهنة الصحافة اللي بحبها. فضلت أبص لها وأنا مش مصدق عينيا. خدت 10 جنيه وجريت على الحارة. الحارة اللي قضيت فيها طفولتي وصبايا وسنين تعليمي. كنت بحب الناس، كل واحد منهم كان بيجري على لقمة العيش. كنت في زحمتهم بحس بوجودهم ووجودي، لكن في اليوم ده بالذات كنت بدور على حاجة. دور الماش والسوخ. حمام حمام يا دورة بتاع النيل. مفرلك اديني كوز ظهر من عناية يا بيه. فضل الفلوس هبيع. المشوي حمام يا سوخ. طب ايه ده بيه؟ 10 جنيه بتتريق عليا؟ اجيب لك 999 قرش منين؟ يقول لك عليا ببيع كباب. الظاهر انك انت جديد في الحاره. جديد ولا قديم؟ انت هتفتح لي محضر. خلي الدورة هيل على ما تفك. ولا ده حمام يا دورة. دورة المشوي. انا الحبر قايم بيه على 70 قرش، جايبه من يومين ب3 جنيه. دور العوض ما كنتش ابيعه. ايوه بس معيش فكرة. افك انا. وعرفت ساعتها ان 10 جنيه سرقت مني، وان بيع القلم ما هو الا وسيله من وسائل النصب. وبعد ان انصرفت من عند بائع الذره صاحب القلب المتحجر، تمنيت لو ان معي مسدس واطلقت الرصاص على سارق 10 جنيه. موضوع الذكريات طريف ورائع يا فندم. للدرجه دي عجبتك صفحه الذكريات؟ الحمد لله. الو. ايوه اهلا اهلا يا فهم. اهنيك اهنيك يا فهم. قنبله قنبله فقعت حته الدين قنبله في الجنان ما حصلتش. مبروك مبروك. اهنيك كل اسك. اهنيك اهنيك. برافو برافو برافو. قصه فيلم مدهشه. قصه ايه؟ القصه بيدخل فيها الخيال، انما دي حادثه حقيقيه مرت في حياتي. بالحقيقه مرتاح تفبركها تفبركها وتدخل عليها قصه حب تبقى روايه مؤثره للغايه. اه ده يبقى فيلم غنائي استعراضي فكاهي راقص يعني واخد بالك كوميدي بكائي 100%. امال ايه؟ شوف يا سيدي انا هعملها فيلم خلاص، هسميها اسم كده يكون شاعري شويه كده، مثلا انا والكوز مثلا. واخد بالك؟ هخلي بقى ايه؟ هخلي الواد البطل هو بقى اللي بيبيع الدوره. واخد بالك؟ والبطله بقى ايه؟ ساكنه قدامه في الحاره وهو بقى واقف يهودها كده. مش واخد بالك؟ وايه بقى؟ والواد اللي خد منك القلم ده بقى المجرم بقى يخش بقى وخناقتين ثلاثه، والاخر ايه بقى؟ يطلع الواد بتاع الدوره ده مع البوليس. ما عندكش فكره بقى؟ والخناقات تشتغل بقى والمشاكل ورقصتين ثلاثه. وخلي بالك بقى وصفرهم لك اسكندريه بقى ولبسهم لك مايوهات بقى وما عندكش فكره. والفيلم بقى ينتهي باستعراض الكوز الكبير. حاجه بقى ضخمه. ده فيلم يكسر الدنيا. انت بس توافق وانا هخلي الاستاذ عبد المتجلي فورا يخلصها. عبد المتجلي برضو؟ امال ايه؟ ده احسن واحد يفبرك وطول عمره بياخد جوائز. ماشي حالك كله اكل عيش يا صاحبي. الو. ايه؟ الحقني يا فهمي الحقني. ما سألتيش ليه في المدرسة؟ أنا خايفة لا يكون جرى لها حاجة يا فهم. لا طمني طمني. يا رب استر يا رب. يمكن كان العربية عطلت؟ أبدا، أنا شفت العربية جت ونزلت كل الأولاد إلا هي.
انا خايفه لا يكون جرى لها حاجه يا فهمي. تدفع عقلي. اسالك حاجه يا فهمي. خفت كده ليه؟ ابدا، كنا بنلعب في المدرسه والعربيه فاتت جيت ماشي مع دادا امين. يا روحي كويس عليك، خبطتيني عليك. يلا بقى يلا يلا يلا. لا استنى، لازم تغير هدومها بقى وتتغدى بسرعه. ايوه يا ماما. يلا حبيبتي يا فاطمه. مش عاوزه حاجه يا ستي قبل ما اروح؟ غدا نامت. ايوه يا ستي. طب روحي انت خلاص. حاضر. ولا وقفي استني، اسبقيني على العربيه وصلك في سكتي. حبيبتي قوي. فهمي ايوه. انا ماشي. عايز حاجه؟ كده نمت. نمت. حاجه تانية؟ هتنامي عند ماما؟ طبعا، انت عارف انها ملهاش غيري ولازم اكون جنبها وهي تعبان. طيب اديني التليفون طمني عليها. ان شاء الله. مالك يا فهمي، انت متضايق علشان رايح عند ماما؟ لا 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 ابدا. امال سرحان في ايه؟ انا قلقان على غيري. كلامها متغير ساعة ما جبتها من الجنينة. فهمي عبد العظيم. ايوه يا فندم. اسمح لي ادخل. لازم خدمه؟ ايوه. انت شايف الوقت مش مناسب؟ انا فعلا شايف ان الوقت مش مناسب، ومع ذلك جيت. الله، انت مش فاكرني يا استاذ فهمي؟ الحقيقة مش متذكر. أنا عارفك كويس وعارف كل حاجة عنك. أعرف مثلا إن الست بتاعتك النهاردة هتنام عند والدتها، وأعرف إن حضرتك لوحدك في البيت، وإن الشغالة روحت. صديق، لو ما كانش ده يديك ارجوك اتكلم. مش عايز اتكلم؟ طيب انا هطلب البوليس. اهدى اهدى يا استاذ فهمي. بص في عماد كويس، فكر شويه، ارجع بذاكرتك لسنين طويلة ورا، وانت اكيد هتفتكر. مش متذكر قلت لك. حضرتك رئيس تحرير المجلة دي؟ ايوه. يعني حضرتك اللي اتسرق منك 10 جنيه من 15 سنة زي ما انت كاتب في باب ذكريات؟ ايوه. انا الحرام. انت اللي خدت العشرة جنيه تفكها ما رجعتش؟ ايوه، وكل اسف انا، وارجو استاذ فهمي انك ما تحقدش عليا. واحقد عليك ليه؟ ده موضوع قديم وانتهى. لا انتهى بالنسبة لك يمكن، انما ما انتهاش بالنسبة لي انا. بقالي 15 سنة بتعذب، 15 سنة، لغاية ما قريت المقالة بتاعت حضرتك، وهي دي اللي هو هتحدد عذابي والألامي.
بتتألم ليه بس؟ أنا بكتب عشان الناس تقرأ وتتمتع مش عشان تتعذب. شوف يا أستاذ فهمي، أنا يوم ما سرقت العشر جنيه الناس قالت عليا وقتها إيه؟ قالت عليا إن أنا لص حرامي مختلس، وكان عندها حق، أنا فعلا كنت كده. إنما النهارده أنا إيه؟ اللي بيكلم حضرتك دلوقتي المليونير حسن أبو كبير. إيه؟ أنا عندي ثروة تقدر بنص مليون جنيه، والفضل للعشرة جنيه اللي أنا سرقتها منك. من نصار ومفلس لمليونير؟ العشرة جنيه دي عملت بيها الثروة دي كلها؟ ما تقلقش، أنا هقول لك على كل حاجة علشان ما تشغلش بالك. هي كلمة واحدة بس، كلمة واحدة تعبر عن كل اللي أنا عايز أقوله لك. الحظ، الحظ ما يعرفش لا ليه ولا إزاي. خلاص حلال عليك. حلال علي، حلال علي، هي دي الكلمة اللي خلتني ألف وراك 15 سنة، وهي اللي جابتني ليك النهاردة. أستاذ فهمي، أنا عايز أسألك سؤال، أنا محرج فيه. لا لا تفضل تفضل. إنما أنا أطمع في كرم أخلاق. لا تفضل. أنت راجل كريم. أنت يا أستاذ فهمي مؤلف كبير وراجل عظيم ودين وتقي، هو سؤال واحد عايز أسأله لك علشان أريح ضميري. الثروة اللي عندي دي حرام ولا حلال؟ حلال طبعا. لا لا يا أستاذ فهمي، مش بالسهولة دي. فكر كويس قبل ما تحكم. احنا عارفين ان ما بين الحرام وما بين الحلال خيط رفيع، الواحد ما يشوفوش ابدا ابدا الا اذا بصله كويس. انت تجربت بحاجة محرمة؟ حاشا لله، اعوذ بالله، لا بشرفي. انا كل اعمالي وكل تجارتي تجارة شريفة. انا كفحت وعرقت لغاية ما كونت ثروتي. خلاص يبقى حلال عليك. ازاي حلال إذا كان العشرة جنيه اللي أنا كونت بيها الثروة دي كلها واللي هي مسروقة منك هي أساس كل حاجة؟ أنت عاوز تقول؟ أنا عايز أقول كل حاجة. عايز أقول إن أنا ضميري بيعذبني، أنا ثروتي حرام لأن رأس مالها حرام، وأنا عشت حرام في حرام في حرام. أنا آسف يا أستاذ فهمي إذا كنت عليت صوتي غصب عني، معلش. انت معذب نفسك على الفاضي، انا مسامحك في العشرة جنيه. مش سامحني، بس انا اطمع ان ده هو اللي يسامحني. ساعتها ارتاح وحط دماغي على المخدة وانام وانا مرتاح الضمير. استاذ فهمي، ده دفتر شيكاتي، اكتب اي شيك على بياض انا قبله، اكتب 1000 2000 5000، اكتب الثروة كلها انا موافق. ده معقول العشرة جنيه اخدهم 1000 2010؟ لا متشكر اوي، انا مش محتاج ومبسوط والحمد لله. ارجوك تفضل انت تمتع بفلوسك. ارجوك اعمل بيهم اي حاجة، اعمل حضرتك بيهم عمل خيري، ارميهم في البحر، المهم ريح ضميري. انت عاوز تريح ضميرك وتتعب ضميري انا؟ اتفضل اتفضل الدفتر بتاعك، سيبني انا بقى اشوف شغلي. ايه ده؟ 5000 جنيه؟ يا راجل ما تبقاش مجنون، اتفضل تمتع بفلوسك. ده كلام؟ استاذ فهمي، المسدس ده فيه طلقه واحده، اما انك تاخد المبلغ اللي انا كاتبهولك أو تنفذ عليا الحكم اللي أنت كاتبه في صفحة ذكريات وتطلق عليا رصاص وتخلصني. أنا قلت أضربك برصاص؟ وبعد أن انصرفت من عند بائع الذرة صاحب القلب المتحجر،
تمنيت لو أن معي مسدس وأطلقت الرصاص على سارق العشرة جنيه. مش ده كلامك؟ مش ده حكمك اللي انت حكمت بيه؟ استاذ فهمي، المسدس ده فيه رصاصة واحدة، رصاصة واحدة هتموتني مرة واحدة، انما انا ضميري، انا ضميري بيعذبني في كل ساعة وفي كل دقيقة وفي كل ثانية. اتفضل استريح. مش معقول اللي انت عامله في نفسك ده. انا هاخد الفلوس ولو اني مش محتاجها. اشكرك، اشكرك جدا يا استاذ فهمي، انت انسان نبيل، انت انسان شهم. غريبة، قدر ده له حاجات غريبة. تصور اني كنت قاعد اكتب في قصة شبيهة بالظروف اللي مر بينا احنا دلوقتي، كنت مش لاقي حل لنهاية القصة دي. ويا ترى لقيت حل لنهاية القصة؟ اظن اللي حصل بينا الذي هو احسن نهاية. العموم انا سعيد جدا اني شفتك، وارجو يعني لو جت مناسبتي في اي مناسبة من المناسبات انك تذكرني بكل خير. طبعا يا فندم طبعا. انا اسف جدا اذا كنت ضيعت وقتك. على فين استاذن؟ استاذن تروح فين؟ لا لا مش ممكن تمشي، انت لازم تقول لي عملت الثروة دي كلها ازاي. لا لا دي حكاية طول شرحها خالص يا استاذ فهمي. انا صحفي والصحفي فضولي بطبعه ولازم اعرف كل حاجة. انا عارف صحفي فضولي فعلا، بس يعني ده معادي الدواء بتاعي ولازم اخد الدواء واشرب شاي. لا بتفضل اقعد وانا اعمل لك شاي. اتفضل استريح، انت عارف ان مفيش حد بالبيت موجود. ما عشان كده بقول بلاش تتعب نفسك وننزل نشرب الشاي في البيت. بيت بيتك. اقعد استريح ثانية واحدة بس اعمل لك الشاي. انا اهلا وسهلا. فرصة سعيدة جدا. تعبتك انا النهارده؟ لا ابدا يا نهار ابيض مش معقول. اتفضل اتفضل يا باشا. قول لي بقى يا سيدي عملت الثروه دي ازاي؟ انا هقول لك اهو، هقول لك وهفضل اقول لك وهيبقى سبت صحفي. انا اسف برضو على الازعاج تاني، اصلي بشرب الشاي سكر كتير قوي. حالا اجيب لك سكر. انا اسف قوي قوي. عملت الثروة دي ازاي؟ هو بعد ما سرقت منك العشرة جنيه. ايوه. وبعدين؟ لما حضرتك ما بتشربش الشاي ليه؟ اصل خايف ما نمش. لا اشرب واحد نام قوي قوي قوي. كده؟ وبعدين؟ بابي يا بابي اصحى. يا بابي اصحى يا بابي. يا بابي. ايه ده؟ ايه ده؟ سيخة فلوس مهم. احنا اتسرقنا يا بابي، بابا مكتب يوم واحد نسرق. طب كنت صحيني. الو بوليس النجدة. ما تزعلش نفسك يا بابي، البوليس هيمسكوا وهيخش النار. اه
يا ترى ده الحرامي اللي سرق مني العشرة جنيه ولا قارئ جريء عاوز يمارس معايا تجربة التفوق في التأليف؟ أنا على كل حال طول عمري بقبض على القصص اللي بكتبها، لكن دي أول مرة أدفع مبلغ كبير في قصة. ألو؟ إيه؟ طب هالذكريات؟ لا أنا هلغيها خالص لأنها كلفتني كتير قوي.